حديدية على بعض الرؤوس والجماعات الإرهابية. منطقة ستكون على موعد مع التصفيات وإعادة الحسابات، تبدل الصورة ومواقع تنقلب رأسا على عقب، إشارات تتحول إلى كتلة من النار، وانتفاضة انتقامية بعد صمت طويل. شاهد أخطر توقعات ميشيل حايك للدول العربية في عام 2021. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة توقعات 2021 وأخطر حلقات ميشيل حايك وتوقعاته للعالم العربي في عام 2021. قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تروح تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول، وياريت تتابعنا على قناتنا الرئيسية قناة الأبيض تي في للتوقعات والتحليلات السياسية. هنبدأ معاكم بتوقعات ميشيل حايك، وأول دولة معانا هي دولة ليبيا. بيتوقع ميشيل حايك إن هتتبدل الصورة وهنشوف بعض المواقع الليبية منقلبة رأسا على عقب. بيتوقع إن أزمة عنوانها السراج داخل الحكم وخارجه، وحفتر في مهب القرارات الدولية. بيتوقع إن هيتلقى السلك الدبلوماسي إشارات خطرة، واحدة منها بتتحول إلى كتلة من النار. وبيتوقع كمان إن اسم سيف الإسلام القذافي واسم شقيقته عائشة هيشغلوا من جديد مساحة ليبية واسعة. أما تاني بلد معانا فهي دولة تونس. بيتوقع ميشيل حايك إنه لبعض الوقت بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه إلى المواجهة وموقع إجرامي، وبيتوقع إن هيدفع الغنوشي أثمان غالية مقابل خطواته وقراراته. بيتوقع كمان ان حداد في تونس هيصاب الاعلام التونسي بجرح بليغ. وبيتوقع كمان مناصب عسكرية وامنية بتسند الى المرأة التونسية. وبيتوقع ايضا علامتين استفهام حول طائرة تونسية وحول مطار. بيتوقع ان بتترافق الهزات الارضية والامنية مع الهزات السياسية والاقتصادية. ميشيل حايك أيضا بيتوقع لتونس قبضة حديدية على بعض الرؤوس والجماعات الإرهابية، وانتكاسة هترافق إحدى خطابات الرئيس التونسي. بعد كده هنروح لتوقعات ميشيل حايك لدولة سوريا. بيتوقع ميشيل حايك إن فيصل المقداد هيترك علامة فارقة وسط الحذر والخطر حوله، وبتتطبع المسؤولية الموجودة على أكتافه. فجأة راح نتذكر منطقة سورية كأرض مقدسة. أيضا مش بسهولة هنعرف أسرار عن مجموعة من المقربين من الرئيس بشار الأسد وأسرارهم للعلن. بيتوقع كمان ميشيل حايك خطوة جريئة بتترافق مع ضجيج إعلامي لفك لغز أحد السجون السورية. وبيتوقع كمان تجمعات وزحمة في منطقة السويداء، ولا أعرف إذا كان ذلك المشهد حزن أو فرح أو كان استنفار أو ثورة. بيتوقع كمان انتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لردع الخروقات والغارات الإسرائيلية في سوريا. أيضا ضمن توقعاته لسوريا انبهار مؤقت في مشهد غريب في صدنايا وعودة الهيبة السورية إلى سوريا. وبيتوقع أن قرار الاغتيال برفع الحصانة عن الرؤوس المحرمة. أيضا أسماء الأسد أمام معادلة جديدة تتصدر وجهة التحركات. بيتوقع كمان كبار الممولين السوريين وأصحاب رؤوس الأموال إيد بإيد لفتح ثغرة بقانون قيصر لوضع قاعدة حجر الأساس للنهضة السورية. وبيتوقع ان سوريا الخير راجعة ولو بخطوات خجولة. ايضا تراب الجولان والقنيطرة الى مزيد من الدم، وجغرافيا المكان ستتغير وسنرى بها معاهدات واتفاقيات جديدة. عفو رئاسي لا يشبه اي عفو، والغاية اعطاء فرصة لاصحاب الاموال والممولين للعودة الى سوريا مرة اخرى. الانتخابات الرئاسية يقابلها مشاكل، بعضها وهمي ومفتعل وبعضها حقيقي وأكيد، وعلامات استفهام حول موعدها، وفي الأفق أكثر من سيناريو. فجأة أعداء الأمس أصحاب سوريا بكرة، بشار الأسد من مغامرة إلى مغامرة وبدون حذر، يفاجئ الرئيس السوري السوريين وغير السوريين بحل كبير. واخر توقعات النهارده معانا هي عن دولة العراق.
بيتوقع ميشيل هايك إن القادة العسكرية الأمريكية بتستلم أهداف موجعة، وبيتوقع إن قائد الحزب الشعبي وحزب الليل العراقي في معارك مفصلية ومصيرية تحمل دم وضحايا. بيتوقع أيضاً إن المنطقة الخضراء ببغداد هتكون على موعد مع التصفيات وإعادة الحسابات. سيحاول الكاظمي الصمود أمام اهتزازين، واحد منهم طبيعي والتاني أمني. زيارة كاظمية بتولد غليان واستهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي. تهتز العراق إثر اهتزاز القشرة الأرضية وسبر مائي مرعب. استهداف مقام ومقامات دينية والتداعيات حدث ولا حرج. قاعدة عين الأسد العسكري في عين العاصفة الحربية، وتواصل ثوري ومخبورات مشتركة بين العراق ولبنان، ويقفز مقتدى الصدر من نقطة السلم إلى نقطة اللاسلم. دي كانت كل توقعات النهاردة لميشيل هايك اللي اتكلمنا فيها عن 4 دول، هما ليبيا وتونس وسوريا والعراق. بنتمنى يتحقق كل التوقعات المبشرة واللي تكون في صالح الدول والشعوب إن شاء الله، وما يتحققش أي توقع وحش لأي دولة عربية أو إسلامية إن شاء الله تعالى. شكرا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته.